السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. رجعنا لكم في مقطع جديد وحلقة جديدة من لعبة جديدة. اليوم عندنا شباب لعبة ووركشوب سيميليتر أو محاكي التصليح. طبعا انقطعت عنكم يومين لأني يا شباب كنت تعبان وما قاعد أدي بالشكل المطلوب في القناة، فالآن قلت أخذ لي راحة والآن رجعنا لكم. قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسون الصلاة على النبي، وضيفني على السناب هنا ولايكك يا وحش، واشتراك في القناة إذا ما كنت مشترك، وتفعل جرس التنبيهات، وأتمنى لك مشاهدة ممتعة. طبعا نقول بسم الله، ندخل على الجيم، نروح على نيو جيم. طبعا اللعبة ما لعبتها صراحة، شفتها عند صالح أوبلز فاللعبة عجبتني، قلت ليش ما نجربها. اوكي، يقول لي هولد انتر تو سكيب. ففي توتوريال في البداية، اتوقع مو مهم. جرافيكس اللعبة جدا جميل، اتمنى انه يعني يكون واضح لكم وما يكون في اي تقطيع ان شاء الله، يعني ان شاء الله. طيب خلينا نسوي سكيب. اوكي تمام. اولا عندنا الطياره، هذه اللعبه عباره يعطينا بعض المجسمات او بعض الاشياء ويقول لنا سوي لها ريفلش او اعاده تصنيع. فا اوكي ما في مشكله، يقول لي اضغطي على اساس تستخدم السكروب، هذا هو. بس ليش ما خلاني اضغطي ما ادري. اوكي، يقول اول شيء فك المسامير حق الاجنحه اللي في الاعلى. فا اوكي، يقول انت سترونج مره قوي، يقول جا، يقول عمل جيد. اوكي خلينا نشيل الاشياء هذه. اوكي اوكي حلو، نقدر نزوم. تمام، الان يقول لي شيل. والله هذا سوالف مره كثيره. فا يقول لي شيل الكفر الثاني، خلينا نشيله. يا عم انت ما ودك تسكت؟ لدينا انا ماني كد، انا يقول لي يا طفل او حاجة زي كذا. اوكي الان يقول لي افتح قاعدة العجلات، نفتح قاعدة العجلات. اوكي ما عليكم يا شباب، انا الصوت قاعد يزعجني لكن بأوطيه في المونتاج. اوكي lower wing اللي هو الجزء السفلي من الاجنحة. اوكي اللعبة جدا ممتعة يا شباب صراحة، مستمتع فيها. فكرة التجديد وانك انت تعيد الطلاء على حسب ذوقك جدا جميلة صراحة. ما ادري اذا اللعبة ديمو او لا. اوكي خلينا نشيل العصايات هذه. تمام اوكي، يقول شيل الوينك، هذا الوينك شلنا. تمام الان يقول لي شيل المقدمه. تمام يقول لي شيل الاجنحه الخلفيه. اوكي ممتاز. تمام ما ودك تسكت انت؟ والله يا هو ازعجني يا شباب. اوكي يقول لي الان كلين اب، نظفها. اوه يبي يغير مكانها. اللعبه فيها تقطيع بسيط. اوكي حلو، يقول لي خذ الفرشاه والان ابدا نظف. تمام الان تبدا في زي ما تقولون غسيل او شيء، او نشيل الاوساخ على اساس نكمل شغلنا، لان اتوقع بعد الاوساخ حيقول لي سوي لها صنفره. طيب خلاص خلصنا من هذه، خلاص كيف طيب نشيلها. اوكي الان نتوجه للنقطة اللي او القطعة اللي بعدها، نبدأ في التنظيف الان لين ما نخلص منها. تمام ارفع عليه بالشكل هذا. اوكي ممتاز، اتوقع كذا خلصناها، ما عاد باقي شيء صح. اتوقع انه على اليسار طالع لي يعني بروجرس انه خلاص خلصها. اوكي نروح للقطعة اللي بعدها. تمام نظفناها من فوق على السريع. اوكي نروح للعمدان، خليها اخر شيء يا شباب لانها شوي صعبه، فخليها اخر شيء. تمام الان في الجناح الثاني، نظف 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 يا مدير. اوكي خلصنا منه الكفرات، نظف يا كابتن، ممتاز جدا. الكفر اللي بعده، يلا 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 سريع سريع، معنا شغل كثير يا شباب. اوكي خلصنا. في عندنا هنا عمود اللي يمسك العجلات شوي صعب. اوكي
ان شاء الله ننظف. اوكي نظف ممتاز. في بعض القطع صغيره فممكن يحتاج انك تزوم عليها على اساس تنظفها بشكل ممتاز. دقيقه لفها كذا. اوكي هل من الجوانب تحتاج؟ اتوقع لا، هو يساعدك شوي. طيب القطع الزرقاء هو اللي تحتاج لها تنظيف، القطع اللي تصير خلاص بالاصفر اتوقع انها خلاص خلصت. تمام التمام. اوكي ممتاز جدا. باقي عندنا هنا الاجنحة. اوكي عطني من الجهة الثانية. تمام خلصنا. بعدها عندنا شو اسمه ذا، الله يذكرني الشهادة، البدي حق الطيارة الصغيرة ذي. اوكي قاعدين ننظف بشكل جدا ممتاز. يا سلام يا سلام، والله اللعبة جدا ممتعة حق شخص رايق جدا. اذا انت مروق لا تفوتك اللعبة دي صراحة، لعبة روقان. اوكي من الطراز الاول يا شباب. يبيلها كذا كوب شاي تروق تنظف على رواقة، الامور طيبة. الشيء الجميل ان المزعج اللي كان يتكلم راح الحمد لله، فكنا من شره. خلينا نكمل تنظيف. اوكي تمام التمام. اوكي الان احنا خلصنا من التنظيف، بعدها اتوقع بتكون في صنفرة. اوكي تمام. اوكي رحنا لطاولة ثانية. اوكي يب صنفرة الان، فخلينا نصنفر الاجزاء بالكامل. انا شوي يعني بتطول معانا ولكن الامور جدا طيبة. الصنفرة لازم جميع الاجزاء نمر عليها، فالشي هذا شوي يعني مصعب الموضوع. اوكي تمام هذه القطعة خلصناها، نروح للقطعة الثانية. ممتاز جدا. اوكي 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 الطرف الثاني ان شاء الله ان هذه على طول من اول طقة نجيبها. اوكي ممتاز. الجناح الثاني خلينا ننظفه بشكل ممتاز. اوكي باقي لها من تحت. طبعا القطع تعتبر يعني عبارة عن جزئين، فاذا خلصت الجزء الاول توصل للنص، إذا ما وصلت للنص يعني أنت لسه ما خلصت الجزء الأول، فلازم ترجع تشتغل على الجزء الأول مضبوط. أوكي هذا الجزء ما أدري إيش فيه شوي صعب. تقريبا الآن وصلنا للنص، فخلينا نروح للجزء الثاني ونشوف إذا كمل الموضوع أو لا. الصنفرة شوي يعني متعبة، فخلينا نسوي لها سكيب أفضل. تسريع كذا بسيط. اوكي خلصنا الان. اوكي تمام الان يقول البينت اللي هو الطلاء. اوكي تمام الان الموضوع عندنا. اوكي اول شيء نبدا بجسم الطياره، ف صراحه ما ادري ايش اعطيها من لون، ولكن يعني طائرة قديمة. أنا أذكر أنه كان يجي اللون ألوان الطائرات القديمة كذا أخضر، فما أدري. أنا اللي أذكره يعني الطائرات القديمة كان دائما تجي باللون الأخضر، فما أدري هل اللون الأخضر بيطلع كويس. إن شاء الله أنه يطلع كويس إن شاء الله. خلينا نكمل بس الطلاء. الأجزاء الثانية الأجنحة ما أدري إيش يخلي ألوانها، ولكن دائما الأخضر يكون متناسق مع الأصفر تقريبا. إيه تمام. طيب طيب يا أخي أنا شغال ما خلص شغلي. يقول لي ترى في بعض الأجزاء لازم تدور عليها ويعني ترشها كويس.
أنا داري. طيب الآن خلينا نروح للأجنحة، الجناح العلوي إيش أخلي لونه؟ أصفر ما راح يطلع حلو. ودي أخلي الطائرة جميع أجزائها الكبيرة يعني باللون الأخضر، تمام؟ العمدان والش اسمه ذا والمراوح اللي قدام المروحة بتكون باللون الش اسمه ذا، الله يذكرني، الشهادة الأصفر. أتوقع أنها بتكون متناسقة نوعا ما. خلينا نشوف، نسوي لها طلاء بالكامل ونشوف كيف بيطلع شكلها في النهاية. إن شاء الله أنها تطلع ممتازة إن شاء الله. ما أدري هنا كان في إضاءة عاكسة، تمام، هذه خلصناها. الآن نروح للي بعدها ونطليها كمان باللون الأخضر. أبى أطلي الأجزاء اللي باللون الأخضر بالكامل الآن، وبعدين نشوف كيف يكون الشكل النهائي. طبعا ما عليكم إذا في بعض الأجزاء كذا ما طليتها أنا، هو بيكملها لي بعد شوي، فاصبروا علي شوي. خلينا نشوف الآن كيف بيكون الشكل. أيوة تمام. الآن الأجزاء الرئيسية، خلينا كمان نشيل الجناح الخلفي باللون الأخضر، تمام. توقع أنه بيكون شكلها كويس إن شاء الله، مع أني أنا في تنسيق الألوان شوي ضايع. أوكي باقي هذا الجناح الصغير، خلينا نطليه بالكامل. أوكي باقي له شوي، وين ما أشوف. لا توقع خلاص كذا جاهز. طيب الآن قاعدة العجلات، اولا خلينا نروح للعجلات، تمام. نبيها بالاسود اكيد، يعني كفرات ليش تكون بلون غير الاسود؟ المتعارف عليه كفرات لونها اسود. طيب الماكينه بتكون لونها قريب للسيلفر او الابيض، ممكن يكون كويس. خلينا نشوف، تمام. المروحه، دقيقه، قاعده العجلات نخليها باللون الاصفر، طلع الاصفر شوي فاقع كانه يعني خشبي ولا كانه غيرنا شيء. طيب العمود اللي يمسك العجلات كمان نخليه باللون الاصفر. اوكي المروحه باللون الاصفر. في باقي عندي دائره بس ما ادري حق ايش، ولكن الحين بنشوفها. اوكي هذه الدائره ابي اكسر اللون شوي بالاخضر. ان شاء الله انه يكون الشكل ممتاز، تمام. الان تبقى عندنا العواميد اللي تمسك الاجنحة كلها باللون الاصفر. اوكي الان المفروض نشوف الشكل النهائي. اوكي حلو، الان وقت التركيب، ممتاز. طيب حلو، اوه بالشاكوش، نايس. Now we're going to do the same with the rest of these parts. حلو 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 حلو. Their slots and nail them. ركب 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 ركب. ودي أشوف الشكل النهائي كيف بيكون. إن شاء الله إنه يكون جميل إن شاء الله. أوكي. ما أقدر أحركها ليه؟ أوكي. في عندنا مسمار. تمام. أوكي. في كمان مسمار ثاني. مسمار ثالث. أوكي. قاعدين نركب المسامير اللي فكيناها أول. كلها. تمام. حلو الآن ركب قاعدة العجلات. أبي ألف طيب الطيارة. أوكي الآن كذا أقدر ألفها، تمام التمام، ممتاز. والله اللون الأصفر مع اللون الأخضر جاي جميل. أوكي كفرات باللون الأسود، ركب لي المسمار هذا والمسمار الثاني. طيب الأجنحة اللي فوق، تمام، عطني المسمار هذا والمسمار الثاني، تمام. بالله ايش رايكم يا شباب في الشكل؟ بالله مو جميل؟ الله انا بالنسبه لي اشوفه جميل. اوكي الاضاءه اللي على اليمين طفت، الله يستر. تمام تمام اوكي. والله انا بالنسبه لي اشوف شكلها جدا جميل، والله شكلها حلو يا شباب. شوف كيف بيرفكت يا شباب، بيرفكت. تمام. اوه وين وداها؟ هو انا شخصيتي لسه لازلت يعني صغير، ممكن هذا يكون جده. هو اللي قاعد يصنع وعلمني مثلا على الصنعة هذه، ممتاز. اوكي 20 years later يعني بعد 20 سنة. اوكي ايش صار؟
المفروض انه يكون كبرنا، المفروض انه الوضع تغير. يا ساتر وين رسبني انا؟ الو تمام. شيء الجميل، اوكي والله المساحه جدا كبيره، هذه كانها مزرعه. اوكي نقدر نستكشفها عادي يعني. حلو، في عندنا بير هنا. شيء الجميل انه ما هو محصور الوضع ترى على اشياء صغيره نجددها، لا الوضع مره كبير. طيب هو يبغاني اروح مع الباب مع انه هنا الدنيا مفتوح. لا والله من هنا كلام انا مخربوط يعني. من هنا يبغاني اجي. اوكي خلينا نشوف. اوكي في عندنا كمبيوتر يوز، تمام كلوز. خلينا نشوف الايميل. اوكي الرساله هذه من الجده مابل، تقول شكرا انك انت جيت عندي للبيت بما انه هي مسافره، وتقول لي تقدر انك يعني تتمشى في البيت، تقدر تستخدم الثلاجه وتاكل الاكل اللي موجود فيها. بعدين اعطتني ملاحظه صغيره في الاخير تقول لي ترى عندي صندوق البريد مصدي ورايح في امها، فما ابغى انا افرط فيه. تعرفوا انتم العجائز ما يحبوا يرموا اي شيء او يبدلوا اي شيء، فقالت اذا تقدر تصلحوا يعني تشيل الصدى وتنظفوا اكون شاكره لك. طبعا الشغل هذا بدون مقابل، فاوكي قلت لها اكسبت مو مشكله، قبلنا المهمه هذه. عطني اي اكزت. الان بنشوف صندوق البريد اللي فيه مشكله. تمام التمام. اوكي عندنا صندوق البريد موجود هنا. تمام الان اخذناه مصدي طبعا هو، فلازم نسوي له اعادة تأهيل او اعادة اصلاح. هذا هو كلوز. طيب اضغط عليه واسوي له سيلكت. اوكي تمام. الان جبنا الصندوق عندنا هنا. ما ادري من اي ناحية اجي، لكن المفروض اني اجي. اوكي كنت صح بس انا عكست الموضوع. تمام المفروض اول شيء نفكك اجزاءه كما تعلمنا يا شباب. دقيقه خلينا نشوف ايش الاشياء اللي ممكن نفكها حاليا. لا هذه ممكن نحتاج لها مفك. لا 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 مو مفك، نحتاج لها الشيء هذا. ايش ما اقدر اطلع المسامير هذه. اوكي تمام التمام. عندنا مسمارين في الاعلى اقدر افكهم بالمفك العادي. تمام بعدين نقدر نشيل الكفر هذا والكفر هذا. في عندنا مسامير جوا خلينا نشيلها. تمام شيل لي هذا. اوكي الان طلعنا جميع الاجزاء. المفروض ان احنا نروح للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه وين؟ المرحله الثانيه اتوقع انها هنا. تمام كلوز. الان نبدا في اولا ننظف التراب اللي موجود الله يكرمكم على جميع القطع، وبعدها ندخل في الصنفره، وبعدها ندخل في عمليه الطلاء. فخلينا ننظفه بالكامل بالشكل هذا. اوكي ممتاز. زي ما انتم شايفين نفس الطريقة اللي استخدمناها في المراحل السابقة في الطائرة. فالآن خلوني امشي على جميع القطع ننظفها ونرجع لكم. تمام الان خلصنا من المرحله هذه، فما ادري هل يحتاج انه احنا نمسح الاشياء هذه او لا. ف يعني من شيء يعني من عندنا خلينا نمسح الاشياء، مع انه المفروض يعني بعد ما ننظف نمسح على طول. ولكن يلا على السريع يا شباب كذا نمسح. اتوقع اني ما احتاج الشيء هذا، فخلينا نطلع ونروح للي بعدها الى اداة الصنفرة. اوكي هذه بفلوس، اتوقع انه هنا بالصنفرة اليدوية. تمام يب يب بالصنفرة اليدوية اولا. نضغط اللي هو رقم واحد. الان نبدأ في صنفرة المعدن هذا. طبعا الصنفرة شوي بتاخذ وقت وتطول، فنفس الحكاية اخلص من الصنفرة، لان زي ما انتم شايفين والله بتاخذ وقت مرة طويل. فخلينا نسوي لها سكيب خفيف لطيف ونرجع لكم بعد ما نخلص.
اوكي خلصنا الان من جميع الاجزاء. الان المفروض في عندنا اطلاء. اطلاء وين؟ اتوقع ان الاطلاء هنا بيكون. اوكي هذا ليش ما اقدر؟ لازال هذا يطلب مني فلوس. اوكي في عندنا معدات كثيره تحتاج لها مبالغ من المال. حتى هنا كمان اطلاء يحتاج له فلوس واحنا ما عندنا. اوكي هذه آلة الاطلاء القديمة لو بالفرشة. لما اكون ابغى اطور مثلا احتاج لي شوية وقت ممكن. طيب هي كانت حاطت البوكس حقها باللون الاخضر كان. فهل توقعون نخليه باللون الاخضر ولا لا ازرق؟ لا لنشوف هذا ايش. هذا كأنه تدرون أبى أرجعه نفس ما طلب نفس ما كان. هي كان حاطاه باللون الأخضر أبى أرجعه بنفس اللون. تعرفوا أنتوا العجايز ما يحبوا تقعد تلعب لهم. خلاص أنا حقي أخضر أنا أبغى أخضر لو سمحت. لا تغير لي لا في الألوان ولا شيء مالك صلاح. هم دائما كذا يعني كبار السن الله يحفظهم ويطول في عمارهم لنا. يحبوا الأشياء نفس ما كانت ترجع على ما هي عليه. ما يحبوا دائما يعني ما يحبوا التغيير. وسبحان الله يعني عندهم عزة نفس دائما. أنت صغير أنت ما تفهم يعني. حتى لو كان اللون حلو وهو عاجبهم ها بس برضو أنا أبغاه زي حقي أنا بكيفي. وخلاص نخليه بنفس اللون للجدة. إن شاء الله إن تجي وتنبسط على صندوق البريد حقها. فخلونا نخلص من طلاء صندوق البريد حقها وبعدها نرجع لكم لأن الشغلة شوية مطولة. الطلاء يأخذ شوية وقت فخلونا نخلص الطلاء ونرجع لكم. اوكي خلصنا الان من الطلاء. فالان نرجع لاول مرحلة اللي هي التركيب. فخلينا نشوف دقيقة بس. ايه حلو ركبنا الشيء هذا ونركب الشيء هذا. اوكي التركيب جدا سهل ما هو معقد. اوكي خلصنا الان. فبكذا يكون أنهينا المهمة الثانية من الشيء اللطيف هذا أو اللعبة الجميلة هذه. ركبناه زي ما أنتم شايفين. خلاص سوي لسكيب يا مدير. أوكي وبكذا يا شباب يكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اكتبوا لي في التعليقات إذا حابين ننزل عن اللعبة هذه أكثر وأكثر ونشوف أشياء ثانية في اللعبة هذه. أتمنى تكتبوا لي في التعليقات. نشوفكم على خير في أمان الله.